ضمن جهود إدارة الأوقاف السنية خلال شهر رمضان المبارك لإقامة الأنشطة والبرامج الدعوية، استقبل جامع سمو الشيخ موزة بنت حمد آل خليفة بالرفاع الشمالي القارئ رعد الكردي. نعم، حيث تقدم إدارة الأوقاف السنية خلال الشهر المبارك حزمة من المشاريع والبرامج الدينية والخيرية واستضافة نخبة من القراء من خارج وداخل مملكة البحرين المعروفين على مستوى العالم الإسلامي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. مع دخول شهر رمضان المبارك، بدأت إدارة الأوقاف السنية بإقامة أنشطتها وبرامجها الدعوية وبرنامج صلاة التراويح والتهجد لكافة جوامع ومساجد في مختلف محافظات المملكة. استقبل جامع سمو الشيخ موزة بنت حمد آل خليفة القارئ رعد الكردي من جمهورية العراق الشقيقة، وذلك لإقامة صلاة التراويح وسط أجواء إيمانية وروحانية. الله أكبر. الحقيقة احنا اليوم شهدنا صلاة التراويح بإمامة فضيلة الشيخ رعد الكردي، وشهدنا الإقبال الكثيف اللي كان من جموع المصلين من جميع أنحاء مملكة البحرين. حقيقة توافدوا منذ وقت مبكر إلى الجامع، وهذه إذا دل يدل على خير وبركة، لأن المسلمين اليوم الحمد لله متمسكين بدينهم وينعمون الحمد لله في أجواء إيمانية رائعة في بيوت الله سبحانه وتعالى. هذا إن دل يدل على الخير الموجود في نفوس كافة المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. الله أكبر. صلاة التراويح أو قيام الليل فضيلة من فضائل شهر رمضان الكريم، التي تعطي فرصة للمسلم بقضاء وقت أطول مع ربه والتكثير فيه في الدعاء، في شهر تجاب فيه الدعوات وتغفر فيه السيئات. صراحة يعني شهر رمضان شهر روحانيات، وشهر ننتظر كل المسلمين، والحمد لله رب العالمين. يعني البرنامج اللي أقامته الشؤون الإسلامية برنامج حافل، ونشكرهم عليه. في الواقع الليلة كانت ليلة طيبة، ليلة روحانية بوجود الشيخ رعد الكرتي، يعني أنا من الناس اللي حضروا من قبل الأذان، ومع ذلك كان ما شاء الله المسجد مزدحم بالمصلين، وهذه يدل على شيء، فإنما يدل على الجانب الإيماني في هذا الشهر الفضيل. وأن شعب البحرين هو بالأصل شعب محافظ، فسبحان الله أكثر من ساعة تقريبا صلاة التراويح وكأنها دقائق، فنحمد الله ونشكره. وإذا في كلمة شكر هي الأخوان في إدارة الأوقاف السنية، الشيخ راشد الهاجري والأخوان القائمين على هذا البرنامج. شهر رمضان المبارك أفضل شهور السنة عند الله، فهو شهر الصيام والقيام، وهو شهر التزود من الخير، وهو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن الكريم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء، اللهم وفق ولي أمره وولي عهده، اللهم وفقهما لما تحبه وترضاه. منذ بدء شهر رمضان المبارك تتوافد الجموع لأداء صلاة التراويح على مدى أيام الشهر الكريم، وهم تلهج ألسنتهم وقلوبهم بالدعاء والتضرع للعلي القدير بأن يتقبل منهم الصلاة والصيام وسائر الأعمال الصالحة. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.